لم تنقضي بعد مهلة المئة يوم التي حددتها حكومة جنوب السودان كموعد لتفعيل برامج مكافحة الفساد في مؤسساتها الجديدة، ومع ذلك لا تبدو قراءات الشارع متفائلة بشأن فاعلية الإجراءات المتخذة في الحد من الظاهرة التي ظلت تنخر جسد الدولة الوليدة منذ استقلالها. حتى الآن لا توجد آلية للمتابعة لهذا اللجان لسبب بسيط جدا، هو أن الحكومة منشغلة بكثير من المشكلات الآن، مشكلات داخلية ومشكلات خارجية. هذا المسألة بسيطة جدا، ويمكن الحكومة أن تشكل تجد يعني تعزز من آلية المتابعة وآلية المراقبة أكثر. بالرغم من اتخاذ الحكومة إجراءات في هذا الاتجاه، كان أحدثها إقالة وزيرين وإحالتهما للتحقيق في تهم تتعلق بالفساد المالي منذ أكثر من شهرين. إجراءات ظلت طي كتمان مفوضية مكافحة الفساد رغم انقضاء فترة التحقيق. لا يوجد أي تقدم محرز حتى الآن فيما يختص بعمل جهاز مكافحة الفساد. التقرير الأخير للمراجع العام كشف عن حجم فساد واختصاصات كبيرة للمال العام، ولكن لم نسمع حتى الآن تقديم أي من المتورطين في هذه المسائل. خطوات يشكك المراقبون في إمكانية نجاحها ما لم تصحبها تفعيل مؤسسات الرقابة الحكومية التي يرى الكثير من القانونيين أنها ما زالت تفتقر للاستقلال اللازم لفرض أحكامها. ليست المرة الأولى التي تحدد فيها الحكومة مهلا لتنفيذ برامج مجدولة سلفا، وربما ليست المرة الأولى التي تنتهي فيها تلك المهل دون تحقيق أي من تلك النتائج. ما بين المواقيت ونتائجها تكونت علاقة الشك التي تحكم صلة المواطن بالوعود الحكومية، وهي علاقة تحتاج خطوة أخرى لترميمها بحسب المراقبين. لم ينكو إسكاي نيوز عربية، جوبا.